هذا الرجل كان أكرمكم الله لديه حمار يعمل عليه. ثم مات الحمار أكرمكم الله. فقال هذا صاحب الحمار: والله لا يمكن أن أترك هذا الحمار تأكل الكلاب، لا لا يمكن أكرمكم الله. فخرج في أطراف البلد وحفر وحفر وحفر، عمق الحفرة ووضع أكرمكم الله الحمار ووضع عليه التراب. ثم رجع لبيته ونام متعب. خرج رجل من أهل القرية نظر وإذا قبر حديث، فرجع لأهل القرية مسرعا. يا أيها الناس هلموا. إلى ماذا؟ قال: رجل صالح دفنته الملائكة بليل. عند صالح سو نبرا موتوا تكبرا ما انكبرا ملائكة كبروا قولوا تلاكرا سكبر سلالي. خرجوا وأخذوا يطوفون يذبحون ويستغيثون، نسأل الله عافية السلامة. الشرك أكبر. يا هيا كبري وغنيا وعافية لقاتلوا يتاشاشوا تعال. استيقظ صاحب الحمار أكرمكم الله، لم يجد أحدا في القرية، الكل خرج. والله يطاف إلى بعض القبور ويحج إلى بعض القبور أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام، والله الذي لا إله إلا هو. አካባቢ ላይ ካንዳንድ ሀገር ላይ ቀብር ጧፍ ይደረጋል። እንደ ሐጅ ጎበኛል ቤቱላህ ተሚጎበኘው የበለጠ ቤቱላህ ያላህ ቤት ከሚጎበኘው የበለጠ ቀብሮች ጎበኝና ወደዚያ ቀብር ሰው ሲጎበኝ ይታያል። المهم خرج هذا الرجل وجد الناس يطوفون حول قبر أكرمكم الله الحمار. يا الله تبيت وطن الناس وتشاتش ودا من ودا يعود كبر بتسهد يا صحيح كبر سيطوف جرسا. ماذا تصنع؟ من يا رجال شمالك؟ قالوا: هذا ولي صالح دفنته الملائكة بليل. أنت ما تقول عن ولي متوتة قبوال ملائكة قبرت عجن ينوس يا كبرنا نوال. قال: هذا حماري. أرينا يا نوبك كتوتا. والله تعبد الجيف من دون الله. عندي تهيات بملك الله. خشوع رايات ذبح استغاثة عند القبور، والله لا تراها في مكة عند الكعبة. متنانس موارد موادك أكبر زندا إتايا ليرا ملك ترايا يا أملك ملك توش باندي رايا تكلانو بيت الله عليه ما إتايا. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. بطعم نادنا الدان وقاتيان من يوالاو ማነው የእስልምናን መዋደቅና የሽርክን መጋነን እኛው ቅልኝና ብዬ ጉኖ ገጣሚ ምን ሻዒሩ الشاعر حافظ بن احمد حكمي في سلم الوصول رحمه الله. አንድ ሰለፊ ነበረ በቅርብ ጊዜ ሞተ አልሐከምይ ሊባል ስኖ ይሄ ነገር ተመ አየ صعد جماعة من الناس إلى جبل. صعد جماعة من الناس في الجبل، صعدوا الجبل. فعندما وصل البعض إلى قمة الجبل والبعض الآخر لم يصل، الذي كان في قمة الجبل سقط، كفار مكة عند الشدة
عند الضراء يستغيثون بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. يا مكة كفاوج استغاسة الذات هذه قالوا يتنكى تشوغزي ودى الله. أهل الشرك في زماننا عند الشدة وعند الضراء يستغيثون بغير الله. بنيا زمان مسلمين يميلوا تيا قبر املاكوا يتنكى تشوغزي ودى قبر نميقواز. عندما سقط يودك قزي نادى من؟ يتطرع. نادى عبد القادر. يا عبد القادر قلوا يتطرع. قدر الله أن رجل اسمه عبد القادر في الخلف. الله سبحانه وتعالى يوسن وساني أقدامي مصادفة بتتعري وجربة عبد القادر تلو من الترأس وأقدامي كمان أبدا. فأمسك هذا. إن سوي هذا. قال أنت تنادي علي؟ أنا ويتراهن يا رب. قال لا. أنا تنادي لما. أنادي الولي. أنا عبد القادر من بارولي يتراهن. قال اذهب إليك. يقال عن هؤلاء السيد. ما معنى السيد؟ يعني السيد البدوي، السيد التجاني، السيد الحسين. ما معنى السيد هنا؟ لندن على المساواد سيد عبد القادر البدوي تجاني للملوت انت يقعدوا عنه من دنوتك مسيد بلاتهم. يعني هو الذي يقصد عند الحوائج عند الضراء، هو الإله المقصود من دون الله، هذا معنى السيد. يا تجر قزية يا تنك قزية يا مكرا قزية يا مشاشبات مشاشا سنة سيد من الله النكرا. هذه السيادة التي تسمعوها هذه الأيام. يتشي سيد بعمة بالهولا من سمات زاريه يتشنا كده. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شاه محمد بن عبد الوهاب الله يذلنا إهين تناكره. أن السيد في هذه الأيام هو الإله عند الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود عند الحوائج. ذاك هادي واسجد يا سيد ملاك يا نبرو زاري ساجد بلو يميلوت مسلموات يا شكر قد يا مشاشا يميلوت النوم.